شهد العراق أمطارا غزيرة خصوصا في العاصمة بغداد ومحافظات كركوك والسليمانية وصلاح الدين، وتسببت في إغراق الشوارع ضمن هذه المدن والمناطق التابعة لها، وقد سببت وفاة أم وطفليها في مدينة كركوك فجر يوم الخميس نتيجة لانهيار منزلهم الطيني. جاءت هذه الأمطار بعد شهرين من الجفاف وقلة الهطولات، وهذا ما أنعش آمال المزارعين في تحسن الواقع الزراعي وارتفاع منسوب احتياط المياه في السدود والخزانات. لكن في المقابل ظهرت العديد من الانتقادات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمسؤولين بسبب حال الطرقات وتحولها إلى برك مائية وبحيرات، وهذا ما أدى إلى دخول المياه العديد من المنازل مما أضر ببعض الأسر التي تقطن هناك. ففي منطقة الشعلة غربي العاصمة انتشرت مشاهد غريبة لدخول المياه إلى أحد البيوت أثناء مشاهدة سكانها لمباراة كرة قدم، كما تداول نشطاء صوراً ومقاطع فيديو لغرق عدة شوارع في بغداد خصوصاً في الكاظمية والأعظمية والشعلة، مما تسبب بتعطيل حركة السير. وفي نفس السياق قال العميد فاضل محمد مدير الدفاع المدني في محافظة كركوك أن الأمطار المنهمرة بشدة في قرية بجوان في المحافظة أدت إلى وقوع سقف أحد المنازل الطينية في الصباح الباكر، وهو ما أودى بحياة شابة بعمر 26 سنة وابنيها ذوي الأربع سنوات والسنتين. أما في محافظة السليمانية فقد استنفرت قوى الدفاع المدني والبلديات بكل ما تملك من جرافات وآليات، وذلك لمحاولة سحب المياه من شوارع المحافظة التي فاضت بشكل كبير، فيما أصدرت السلطات المحلية في محافظة صلاح الدين قراراً بتعطيل المدارس بسبب الفيضانات في الطرق العامة، وتعمل قوى الدفاع المدني على سحب المياه بأسرع وقت ممكن. وهذا ما دفع بعض الناشطين العراقيين إلى المطالبة بإقالة عمار موسى كاظم أمين بغداد بسبب تكرار الفيضانات في شوارع المدينة لما يزيد عن 4 مرات في فصل الشتاء، وذلك دون إيجاد أي حلول لتصريفها على الرغم من أن الأرصاد الجوية توقعت حصول هطولات غزيرة. وقد طالبوا الحكومة بالنظر إلى المشاريع التي تخدم الشعب ومعرفة أين ذهبت مليارات الدنانير المنفقة على تأهيل الصرف الصحي في العراق خلال الأعوام السابقة، فيما قالت أمانة بغداد بأنها أعلنت حالة الطوارئ القصوى لتصريف المياه التي طافت بها شوارع المدينة، وأكدت أنها تعمل على تفعيل المحطات الأساسية والفرعية بالتعاون مع دائرة مجاري بغداد، وتقوم بإرسال الآليات والمعدات اللازمة لتصريف المياه في التقاطعات والشوارع الرئيسية. اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولاً بأول.